خصصت الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد حمدي الحمادي لمناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل. وزير الزراعة وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة السيد سيدينا والأحمد علي أوضح في مداخلته أمام السادة النواب أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية 6 سنوات يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006، وأضاف أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري وسيسمح لأساطير الصيد الأوروبية بولوج بمياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطير الموريتانية، ومشيرا إلى أن الاتفاق جاء ذمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل 5 سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تماشيا مع ظروف نشاط الأساطيل مع حالة مخزون الثروة السمكية لبلادنا. السادة النواب في مداخلاتهم زمنوا هذه الاتفاقية التي أضافت جملة من المعايير التي يمكن من خلالها ضمان الاستفادة من الثروة السمكية للبلاد وحمايتها من المخاطر، كما طالبوا بتفعيل أداء هذا القطاع من خلال تعزيز بنيته التحتية وإقامة صناعات تحويلية تضمن قيمة مضافة للمنتوج الوطني. وأخيرا صادق السادة النواب على مشروع القانون.